السلام عليكم، معكم طلال نقار، برحب فيكم مجددا بكورس الأخلاق الطبية. حنستضيف أخونا الدكتور باسل طراب. أهلا فيك أخي باسل. يا هلا يا هلا طلال. نحن الجلسين الأخيرات حكينا عن معضلة القطار وعن الحالات اللي هي الإكستريم، حالات الاستثنائية، فهي كان أن هي مقدمة لمبدأ العدالة. طبعا مبدأ العدالة مبدأ طويل، فنحن حأبدأ ما يعني مبدأ العدالة إنه شلون بدنا نوزع الثروة بين الثروة المحدودة. فأنا خليني أضرب أمثلة بالبداية عن أهمية حاجتنا لمبدأ لتوزيع الثروة المحدودة. شو هي الثروة المحدودة؟ معلش تقول لي باسل، شو ممكن نقصد إنه نحن ما عندنا متوافر كل شيء بإيدنا؟ يعني شو معنى هذا الكلام؟ هلا الثروة المحدودة هي أي شيء ممكن الناس ترغبه أو تحتاجه، ولكن ما في منه عدد كافي للجميع. أعطيك مثال، مثلا هلا السيارات، مثلا بي إم دبليو تعتبر مرغوبة عند الكل، ولكن مو كل الناس قادرة على إنه تقتنيها، ولا كل الناس قادرة على إنه تاخذها. مشان هيك فقط عدد محدد بياخذ هي السيارة. نفس الشيء بالنسبة للطب، سواء أدوية، سواء أسرة، سواء الطبيب نفسه، هي تعتبر ثروة محدودة. اللي نحن في عنا عدد معين منها، وفي ناس بتحتاجها وبتطلبها، ولكن غير مو الكل قادر انه ياخذها. مشان هيك لازم نحن نوصل لطريقة نحاول نوزعها بشكل عادل. بمعنى آخر أن الحاجة أكبر من الموجود، يعني أنا معي 10 ليرات والناس بحاجة، في عندي 100 فقير وكل واحد بياخذ صحيح. ليرة، أنا على فرض الفقير حياخذ ليرة ذهب خيو، ليرة عصمالية، فأنا ما بقدر أوزع، وأنا ما بقدر أقسم هي الشيء في الليرة، فما حد يقول لي صحيح. يعني مثالك مو صحيح، فأنا بالأخير بده يضطر أعطيها ل10 أشخاص و90 ينحرموا منها. يا سيدي رح أعطيك مثال واقعي من حياتي اليومية. أنا طبيب كلي حاليا وبشتغل بزرع الأعضاء، وبالأمريكا زرع الأعضاء بيصير عن طريق الـ بعد الموت الدماغي بإنشاء الأعضاء، بعد طبعا له إجراءاته إذا وافق المريض وكذا الأهل يعني، أو يعني المريض موافق بحياته، بس إنه ناخذ الأعضاء من مرضى الموت الدماغي عموما يعني أكثر شيء. فأنا سنويا عدد المرضى اللي هن على أجهزة الغسيل الكلوي 500 ألف مريض، نصف مليون في الولايات المتحدة فقط موجودين على الغسيل الكلوي. من أصل هدول يصل إلى قوائم الزرع، لأنه لازم في شروط محددة يحققها المريض وطبية وغير طبية، تصل إلى 100 ألف مريض ينتظر على قوائم الزرع. هالحكي بعام 2022، بعام 2000 نحن عم نحكي بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني نظام موارد، والناس بتفكر إنه نحن عندنا طب يعني مثل المي. لا، من أصل هال100 ألف كم كلية بينزرع سنويا؟ بينزرع 25 ألف كلية سنويا فقط. بقول فقط لأنه أنا عم أطلع على الحاجة وعلى الموجود. الحاجة عندي 100 ألف إذا اعتبرنا أنه هدول اللي هن اللي طبيا مستاهلوا الزرع طبيا، نعم و25 فقط عم يتلقوا الزرع. وإذا بدنا نعمم الموضوع، لا 500 ألف هن بحاجة، حتى مش 100 ألف، لأنه أنا شديت شوي بالإجراءات وبالتصوير وكذا، ممكن توصل القائمة تبعي ل 200 ألف. فأنا نعم من أصل 200 ألف عم أقدر أزرع 25. طيب أعطيني إياها بالعقل يا باسل، شو فيني أعمل أنا هون؟ يعني هون بيجيك مبدأ العدالة اللي أنت لازم تشتغل عليه مشان توصل لطريقة ولأطر معينة، مشان أنت تحاول قدر الإمكان يعني تعطي هالمورد الغير نهائي عنا للناس اللي بحاجته، بناء على أولوية معينة أنت راح تحددها. جميل، في عندك أمثلة ممكن مثلا؟ خليني أعطيك في الميكروفون. كثير أمثلة. هلا أنت مثلا أول ما بتدخل على المستشفى بالطوارئ، مثلا ما بتروح على الإسعاف، ممكن انت عندك يكون مثلا بالاسعاف مثلا 40 غرفه، ولكن اجى عندك مثلا 60 مريض او 70 مريض، فما فيك انت يعني لازم يكون في عندك ميكانيزم معين او اليه معينه مشان تطبق العداله. ما فيك مثلا تاخذ المريض اللي مثلا جايك باعراض رشح وتقول له تفضل انا بدي اعطيه غرفه لك لحالك واقعد معك 3 4 ساعات، وبنفس الوقت تترك المريض اللي جاي باحتشاء عضله قلبيه، ولا جاي عليه جاي ب بأي شيء آخر، ممكن صدمة رئوية أو يعني عمليا اطبائنا، خليني اقول لك، حتى المعارضين منهم اللي بيقولوا انه لا نحن بنعالج كل الناس مثل بعض، حتى هن بالحياه الواقعيه كلهم صراحه انا واثق انه كل الاطباء زملائنا هن بيعتمدوا هذا المبدا، يعني هن ما بيجوا بيخلوا بيضيعوا وقتهم على مريض القريب، مع انه مهم تعالج مريض القريب طبعا، مشان يضيعوا الفرصه على مريض احتشاء، والله لا عذرا هذا وصل قبلك، فهن اصلا عم يطبقوا هذا الشيء بحياتهم، انه لا انتظر يا عم انت شغلتك بارده مثلا، وبيشتغل نعم بحالات صحيح. الحال، يعني عمليا الناس عم تطبق، بس لما بنقول لهم الحالات الصعبة أو الحالات اللي فيها فعلا بيقول لك لا نحن بنطبق، ما عندنا شيء اسمه والله إنه فلان من خيار وفقوس مثلا، إنه الناس كلها سواسية.
يا سيدي انت ضربت مثال الطوارئ، ترياج هو حكينا عنه ربما بحوارات سابقه انه هو بالحوادث الكبرى، الكوارث، الانفجارات، انت بدك تعمل ترياج، الحروب توزع وكذا. توزع توزع مين اللي احوج ومين مين حالات متوسطه وحالات خطيره وحالات خفيفه. صحيح، حتى على فكره انا فهمت منك انه ترياج جاي من الحروب، صحيح ولا لا؟ اجت من الحروب. نعم اجت من الحروب، اول ما ابتدت كانت بالحروب، كانت لتهيئة الجنود اللي مشان فورا يعالجوهم ويلا يرجعوهم على المعركة، فالعسكر اللي ما بيحسن يرجع على المعركة او ما راح يعيش كان كان معترض. كان يبعثوا انه هذا ما له اولويتنا، فانا عاملين طبعا اولويتهم الحالات المتوسطه مو الحالات الشديده ولا نعم الحالات الخفيفه، انه مشان انه وطبعا هذا ربما مبدا نفعي بالنهايه، انت بدك عدد اكبر من الجيش يحارب مشان تحمي اكبر عدد من الناس. شلوني معك زبطها؟ طبعا اذا كنت بالضبط. انت على بدك انت بدك تعتمد الاخلاق الواجبه هون وتعتبر انه حربك اصلا على حق، بس بقى كل مين بيشوف صحيح الحق من طرفه عود بقى كله هاي هنا الحق ربيع من الاصل. جانبه. صحيح. هلا امثله كثيره كمان، يعني هلا حتى مثلا اسره الرعايه المركزه هي كمان جميل مثال يمكن جميل واضح اكثر. عدد المنافس مثلا الموجوده عندك، يعني هلا انت كثير بتنحط ضمن خيارات، يا ترى هل المنفسه بدي اعطيها لشخص مثلا عمره 70 80 سنه وعنده امراض كثيره، ولا بدي اعطيها لشاب مثلا عمره 30 40 سنه انا بعرفه ممكن يستفيد منها ويعيش يعني ويتعالج يعني. فهي يا سيدي مثالك، انا بقول لك من خبرتي كطبيب عنايه، كان يجونا مرضى السي او بي دي اللي هن المسنين الكبار بالعمر، هلا هن مهمين تعالجهم، انا ما بقول تنكرهم او انك تهملهم، بس هن اصلا الرئه عندهم تعبانه لدرجه كبيره، بحيث انه لو حطيته على المنفسه بيقعد فتره طويله على المنفسه، بعضهم بيقعدوا ما بيقعدوا بينشالوا على المنفسه، ممكن يوصل لسنه، وانا بعرف وانا شايف مرضى من هدول، خاصه مش السي او بي دي بالذات، سي او بي دي اللي هن الاصابات عصبيه مزمنه مثلا بعد حوادث انعاش قلبيه مطوله، ما في وعي وهو بحاجة منفسة بيكون من قنية خزع رغامي وما بي ما تقدر تشيله. طيب هذا عم يحرمك سنة كاملة عم يستهلك المنفسة، عم يستهلك سرير بعناية، بالمقابل أنت مرضى الشباب الصغيرين وسط العناية ترى بيكون 4 5 أيام، لو مريض مثلا حالة نعم زربو، مريض حماض سكري، مرضى الحالات اللي ما بقول هي الخفيفة هي متوسطة بس بحاجة يوم 3 4 5 بالعناية بالكثير. فأنت من إذا فرضنا وسط المرضى بالعناية بيقعد 7 أيام، أنت عمليا حرمت 50 مريض من سرير العناية كرمال أنك تحط مريض ميؤوس من حالته، بنسميه بالطب الفقه الإسلامي لا يرجى برؤه، هيك بيسموه أنه لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاءه، وبضيع الفرصة على 50 مريض. صح. لا في عندك عدة مقاييس انت ممكن تعدها، سواء عدد المرضى، سواء عدد ايام الرعاية، سواء تمام، في عندك يعني كثير شغلات ممكن تستهلك تسويها. مواردك بمعنى اخر، يعني على فكره انا بعرف عنايات، بكون صريح معك صراحه بدون ما نجرح بحدا، بيستهلك العنايه تبعه، عنده والله، يعني بعرف احد المشافي، يعني يكون صريح معك، من اصل مثلا 25 سرير، يعني انا بساله كيف تعملوا راوند يوميا على 25 مريض؟ ما تقدر طبيب، قال لي كلهم مرضى مزمنين هذول ما بتعملوا شيء، صار لهم شهور على المنفسه. طيب مو حرام هذا الكلام؟ مو حرام انت هيك عم تضيع عنايتك مشان والله ما تشتغل، عم تحطي هدول المرضى التعبانين اللي هن ما بيستفيدوا ابدا وكذا، ومشان ما يشتغل صراحة، يعني الا اكون صريح صح معك. صح هلا شوف، هلا انا هلا شايف حتى هذا المثال يمكن لازم نغوص فيه اكثر شوي. يعني هلا نحن فينا نسال ليش هذا المريض انحط اساسا على المنفسه، ومجرد ما حطيته على المنفسه هل انت بحق لك تشيله ولا لا؟ هلا ليش حطيته على المنفسه؟ فيعني في كثير اسباب يعني، ولكن بتمنى يكون في اسباب طبيه، مو فقط اسباب انه والله اهل المريض اجوا اتخانقوا معك فانت اضطريت تحطه ولا شيء. بتمنى يكون في دائما في استطباب لهذا الموضوع. ولكن يعني احد اوجه العداله انه هذا الشخص مثلا ممكن يكون في بعض المستشفيات بيقول لك هذا اجى بالاول لعنا فاحنا لازم نخليه، ممكن مستشفيات ثانيه تقول لك لا هذا رجال كبير مثلا بدنا نخليه، او يعني انه عاش حياته له عائله. هلا بس مشان نختصر الوقت، نحن هذا الكلام حنحكيه بالتفصيل بالجزء الثاني من نعم المقطع، انه شو الاسس اللي بتخليك تختار هذا المريض مقابل هذا المريض. نحكي مثال اخير، اظن كنا عم نحكي تحت قبل ما نسجل اللقاحات مثلا، نعم نعم عندك لقاح موضوع الكوفيد بالذات، اللقاحات، ولقاح عندك الكوفيد بالذات مثلا اختبارات الكوفيد، بعدين عندك لقاحات الكوفيد، بعدين يعني لما ممكن انصدر، يعني مره ثانيه لما انصدر لقاح الكوفيد ببدايه 2022 بشهر ديسمبر 21 اظن او جانيوار 22، ما كان متاح للجميع لانه ما كان في عدد كافي من اللقاحات للجميع، وبالتالي انا كنت مضطر اعطي اللقاح لفلان واحرمه من فلان لانه لاسباب معينه، هن اختاروا مثلا مرضى المضعفين الكبار بالسن، بعدين اختاروا الاطباء، اختاروا التمريض. مره ثانيه انت عم تختار انك تعطي خدمه لشخص وتحرمه عن شخص، بناء على شو؟ هذا الشيء هو اللي لازم نحكيه بالحلقة القادمة إن شاء الله.
طيب معناتها انا اختصر وانهي الحلقه هلا، وان شاء الله بنكمل مره ثانيه انه احنا كيف بدنا نوزع الموارد المحدوده على اي اساس، وهذا الحكي ان شاء الله بنكمله بالجزء الثاني. مشكور اخي باسل، شكرا جزيلا، وان شاء يا الله هلا نشوفك. يا هلا طلال. السلام عليكم.